ده سؤال مكتوب على ورقة، هتقري وتقولي لي أسأل على الملأ ولا تنسحبي؟ الكلام ده غلط، لو تجرؤ انتي تقوليه على الهواء قوليه، بس انتي هتتحاسبي عليه من صاحب الكلام. انا بسألك انتي، ده غلط. انا بسألك انتي، دي اشاعة من ضمن الاشاعات. انا بسألك انتي، لحظة بس، عايزاني اتكلم. انتي هتتحاسبي على البرنامج ده. يعني انا اتحاسب؟ هتدخلي في مشاكل قضائية. يعني ادخل في مشاكل؟ لانك بتقولي اسم راجل انا ما جوزتوش. دي حاجة نزلت في الصحافة وناس كتير اتكلمت عنها وانا طلعتها. طب من جيبي. قولي انتي اسمه، انا مش فارق معايا لاني اساسا ما جوزتوش. طب هل تجرؤي تقولي اسم زوجتك؟ لا، ما تغيريش السؤال بقى. لا اهو، لا انا لا بسالك اهو. لا لا لا، ده مش هل تجرؤي تقولي اسم زوجك السابق؟ لحظه بس، بلاش نلعب مع بعض اللعبه دي. نلعب انتي ايه؟ انتي كاتبه اسم حد وخايفه على المسؤوليه دلوقتي جنائية. لا لا لا، انا مش خايفه على مسؤوليه. انا ما احبش اقول اسم لو ما هو غلط. ما خايفه انا اضرب مصلحتي، ما تخافيش عليا. لا انتي خايفه ليه تقولي لو انا احط اسم شخص؟ هو انا ليه ما سالتش السؤال ده كده؟ انا ليه سالتك قبل ما اسال؟ ليه وريتك؟ ليه انا بوري السؤال ده؟ اعملي زوم ان على الكاميرا للورقه عشان الناس ليه؟ تشوف. انت بتخوفيني يعني؟ ما بخافش. طب يلا وريها للكاميرا. بخاف؟ بترعش؟ ايه مشكلتك؟ قولي اسمه. بترعش؟ هو مش ده السؤال اللي انت بخاف بتسأليه. خلاص انت بقى السؤال اللي مش خايفه منه. انهي سؤال؟ هل تصرحي جمهورك باسم زوجك السابق؟ لا انت كده، انا قلت سؤال. اسم غلط. عصفورتي كدابه المره دي. لا انت كده مش فير. انا قلت اسم غلط. انت كده مش فير. لا انا قلت اسم غلط. لا لا، انت كده مش فير. ليه مش فير؟ خلاص انت خايفه، الغي السؤال. لا انا مش خايفه، انا ما بقولي اسم الراجل اللي انت كاتباه اهو. السؤال، هل تصارحي جمهورك باسم زوجك السابق الشيخ وليد الابراهيمي صاحب شبكه قنوات ام بي سي؟ طب ما قلتيش من الاول كده ليه؟ ده اللي مصر كلها بتقوله، مش اللي انا بقوله. مش مصر كلها بتقوله، ده اللي مصر كلها بتقوله واللي زملائك بيقولوه. ليه انا ابقى مسيئه لسمعه حد؟ كملي السؤال. انا عارفه ان الاسم ده صح 98%. دي اشاعه. ليه انا اجازف ب 2% في سمعه حد؟ لحظه لحظه، مش دوري. بالظبط بالظبط، مش دوري. عشان كده ده مكتوب على ورقه ليكي ولغيرك. دي اشاعه، عشان كده انا ضحكت وقلت لك لا قولي عادي، لان فعلا دي اشاعه. واتقال قبل كده انه الام بي سي بتاخد مسلسلات سمية الخشاب عشان هي متجوزه الوليد الابراهيمي، ودلوقتي بيتقال ما بتاخدهاش علشان كده. لا خالص، بالعكس، كانوا بياخدوا مسلسلات. يعني ان شاء الله قريب هنشوف لك مسلسل على ام بي سي. لحظه لحظه بس، لحظه، ما تتوهيش الكلام. انا ما اتجوزتش وليد ابراهيم ابدا، ولا اعرفه، ولا اعرف حتى شكله عامل ازاي. ودي اشاعه مغرضه طالته وطالتني لمجرد ان قناه الام بي سي كانت بتشتري مسلسلاتي. خلاص. طب بس. ليه بقى كل ال انت اللي عملتي ده؟ ما انت انا اللي عملت تقولي ده اسمه. طبعا قلقتي. لا انا ما قلقتش، انت ليه مصره ان انا قلقانه؟ طب ليه ما قلتوش من الاول؟ لا انا مش قلقانه، انت اللي بتقلقي تقولي اسماء مش انا. بصي يا روحي، انت بقالك 3 دقايق بقول لك قولي اسم اللي انت مكتوبه. مش انت اللي المفروض تقولي لي اقول ايه وما اقولش؟ لا ايه؟ لا انا المفروض اللي اقول لك. لا انت حضرتك، انت مش المفروض تقولي لي. انا المفروض اللي اقول لك. لا انت معايا هنا ضفتي على راسي تجاوبي على اسئلتي. طالما عيوني شافت الكلام اللي مكتوب فانت ملتزمه حضرتك تقولي. لا انا مش ملتزمه اقوله، وحضرتك مش اول واحده عيونها تشوف الكلام ويحصل تقول اسالي او تقول ما تساليش. انت في النهايه قلتي ودي اشاعه وانا قلت لك انها اشاعه، وهدي اعصابك. طيب شفتي ازاي بالراحه؟ انا اكيد مش جايه. شفتي ازاي بالراحه من غير دقيق ومن غير كده ومن غير هاتي الورقه وريني الورقه واعمل زوم ان على الورقه؟ انت قلتي الاسم يعني... خلاص. طيب كان قلتي من الاول وخلصتينا. او انت من الاول تقولي لي اسالي. اشاعه صح طول الوقت. انا قلت لك ايه وانا بديكي الورقه؟ انا قلت لك ايه وانا بديكي السؤال؟ خلاص انسي موضوع الورقه. قلت لك اسالي او انسحبي. هتقولها عصير برتقان؟ ابسط رد او النبي يا جماعه يا ريت ليمون عشان بيأثر اكتر. طيب قلت لك ايه؟ قولي لي اسالي اسال على الملأ. تمام. ولا تنسحب. لحظه لحظه، صح. انا لما هقول انا ما اقولش الاسم. قولي لي اسالي على الملأ. منك انت، انا موقعش نفسي. انا ما قلتلكيش اقري السؤال. اسمعيني بس، انا طلبت منك تقري السؤال. اسمعيني، ما انت قلتي قولي. انا طلبت منك تقري الاسم. انا ما اقولش حاجه زي دي. قلت لك قولي لي اسال على الملأ ولا تنسحب. بس حبيبتي بس بالراحه، انا ما اقررش اشاعه سخيفه. انا ما قلتلكيش كرريها. ما انا لما اقول قلتلك الاسم. اسال ولا تنسحبي. لحظه بس، قولي لي انا لما اقول الاسم. انا لما اقول الاسم ابقى انا بكرر اشاعه سخيفه ماتت من سنين، كانت مكتوبه في جريده وماتت. انت دلوقتي بتصحيها عادي، لا تزال اشاعه. ارجع واقولك ما طلبتش منك تقولي اسماء. بس. طلبت منك تقولي لي اسال او تنسحبي. وانا انسحب ليه اذا كانت اشاعه؟ يبقى تقولي لي اسالي. لما تبقى اشاعه احط عيني. يبقى تعملي زي كل الناس ما عملت وتقولي لي اسالي. اسمعي اسمعي، اما تبقى اشاعه احط صوابعي فين اي حد، لان اشاعه. ولو حقيقه هقولها على الملا لاني ما بخافش. يبقى تقولي لي اسالي زي ما كل الناس عملت. انا قلت لك اهو قولي. قلت لي اسالي السؤال.
تالك اسألي السؤال، انت ما رضيتيش تقولي اسم الشخصية علشان ما احطش اسم حد بالغلط، لانك حسستيني انه بجد مش هو ده الاسم. ما هو دي حقيقة، هو مش دي ده مش معناه ان انا بخاف لاني قلته، لانه هينزل في الحلقة ولاني ما بخافش. طب ليه وقت الضيع ده؟ لان دي مش حاجة تخوفني، هيتقص بقى في المونتاج، ده كلام اتنشر في صحافة. تمام. لا انا حلو. اوعدك انه مش هيتشال في المونتاج، حتى لو هشيل من اي حاجه تانية. بالعكس عادي، خلاص ووعدي ليكي انا هنفذه. عارفه ليه يا منى؟ احنا انا ما رضيتش اقول الاسم الشخصيه لانه الراجل ملوش ذنب. انت ما رضيتيش تقولي، انت اصريتي ان انا اقول. لا لحظه، انا اللي ما رضيتش اقول عشان كده، علشان ان انت بتقولي اذا قولي اسم الشخص والاسم غلط إيه؟ يبقى حرام. ما ينفعش، حرام يعني، ما ينفعش ان احنا صح. طول الوقت نقول وغيره وغيره وشخصيات عامه ومعروفه جدا، وتقال سمية اتجوزت فلان وفلان وفلان. لا انا بصراحه ما سمعتش غير ده واحد تاني طول الوقت. انا مستهدفه خلاص، وانا مش في قمه نجاحي يا استاذه منى.